ترقب لأداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي. مؤتمر وزراء الدفاع الساحل والصحراء يواصل فعالياته بشرم الشيخ. وفي هذه النشرة نناقش أيضا تحديد هوية انتحاري مطار بروكسل والمشتبه به الثالث. الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة، نشرة الأخبار من النهار اليوم، أهلا بحضراتكم. قالت مصادر مطلعة إن عددا من الوزراء الجدد ضمن التعديل الوزاري سيؤدون اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. المصادر أضافت أن الرئيس السيسي سيجتمع بالحكومة كاملة برئاسة شريف إسماعيل لإعطاء توجيهات وتكليفات تنفذ خلال المرحلة المقبلة قبل إلقاء إسماعيل بيان الحكومة أمام مجلس النواب. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عيسى مرشد الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. يعني أستاذ عيسى، نريد أن نطلع من سيادتك على يعني نشاط مجلس الوزراء ورئيس الوزراء قبل إلقاء أو قبل تعيين الوزراء الجدد في الوزارة وإلقائهم أو يعني إلقائهم اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي. أنا عايز أقول لحضرتك إن اليوم بتاع رئيس الوزراء النهارده يوم عادي، بدأ بلقاء الجزء الآخر من نواب محافظة الجيزة المتبقين بعد اللقاء بتاع أمس، لأن العدد بتاعهم كان كبير. المفروض كما ذكرت مصادر أنه عقب الانتهاء من لقاء هذا الجزء من نواب الجيزة عنده المفروض نواب محافظة المنيا، ولكن علمت مصادر وأكدت أنه عقب الانتهاء من هذا اللقاء سيتوجه إلى رئاسة الجمهورية لحضور مراسم أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، ثم يعقد هذا اللقاء بعد أداء اليمين اجتماع موسع للرئيس مع أعضاء الحكومة بكامل هيئتها بعد التعديل. من المنتظر أن يشمل التعديل ما بين 7 و9 حقائب وزارية. نعم. المفروض من المنتظر أن يشمل التعديل من 7 إلى 9 حقائب وزارية. وأنا أقدر أقول يعني أن هناك مجموعة من الحقائب قسمت حتى هذا اللقاء. بقول ان تم اسناد الاخبار فعلا كانت انفرد من 3 ايام ان اليمين هيبقى امام الرئيس يوم الاربعاء، وتم اختيار يحيى راشد ده من اكبر القيادات اللي عملت في السياحه في العديد من الفنادق الكبرى داخل مصر وخارجها، تم الاستقرار عليه كوزير السياحه خلفا لهشام زعزوع، تم الاستقرار على عمرو الفتحي وزيرا للماليه، ومن المنتظر تعيين اختيار طارق قطب اللي هو يعتبر مساعد الوزير للري، يتم اختياره وزيرا للري الجديد، وتم الاستقرار على المستشار حسام عبد الرحيم رئيس مجلس القضاء الاعلى السابق، وده يعتبر من قيادات الوزاره هيجي وزيرا للعدل. وانا بعتقد اني من المنتظر ان يتم تسميه 4 حقائب أو 5 حقائب خلال الدقائق القليله القادمه تمهيدا لاداء اليمين امام الرئيس، ثم يعقب ذلك اجتماع موسع يوجه فيه الرئيس السيسي كلمه قصيره لاعضاء هيئه الحكومه، بيعتبر ده بمثابه خطاب التكليف لملامح العمل الوطني في المرحله القادمه، دور الحكومه في المرحله القادمه اداء رسالتها على اكمل وجه في ظل التعاون مع مجلس النواب الجناح الثاني للبلد، سلطه تشريعيه وسلطه تنفيذيه. استقر على ان بيان برنامج الحكومه هيتم عرضه على مجلس النواب يوم الاحد باذن الله، وده يعتبر يعني اول بيان
داعش من ضمن أهدافه كيفية تتعاون هذه الدول. المزيد عن فعاليات مؤتمر وزارة
توزيع المشروع على مجموعات عمل من قسم التشريع، اشتغلت على مدار الساعة لإنجاز المشروع وانتهت من أعمالها وعرض المشروع على القسم بكامل هيئته، وناقشوا مادة مادة وانتهى تقريبا منه في 21/3، والنهاردة آخر يوم المراجعة النهائية للمشروع، وهيبتدي بعد كده صياغة المراجعة وإرسالها في أقرب وقت، وهو لن يتجاوز أبدا يوم السبت لمجلس النواب. طبعا القسم بعد اطلاعه على المشروع يعني يجد انه من اللازم انه يشيد بحرص مجلس النواب على احالة من المشروع اللائحة الداخلية الى مجلس الدولة، وده حرص منه على سلامة اللائحة والتأكيد على دستورية كل نص فيها وسلامة كل مادة بما اتفق مع أحكام القانون والدستور. وهذا الحرص من مجلس النواب بيقابله أيضا الحرص من قسم التشريع على إنجاز مراجعة وصياغة اللائحة في أقرب وقت، ويمكن يعني دي من أسرع رغم ضخامة المشروع وشموله حوالي 438 مادة إلا إن إحنا أنجزناه في أقل من أسبوعين، هيبقى أنجزناه وهيرسل إلى مجلس النواب في أقل من أسبوعين، وده إحنا عملناه طبعا هذا الجهد الجبار اللي قام به أعضاء قسم التشريع، نظرا لأن هذه اللائحة هي اللي هتنظم أعمال مجلس النواب في الفترة القادمة، وإحنا حريصين على مجلس النواب يسرع في إنجاز الأعمال التي بينتظرها المواطنين المصريين منه. وشكرا. بس احنا كده سيبهم ممكن لو من غير صوت مفيش مشكلة، ماشي؟ الرئيس تصحيح، هو الموضوع خد اسبوع مش اسبوعين.
هناك صياغة لهذه المراجعة النهائية. والآن عودة لاستكمال هذه النشرة الإخبارية وإلى عاصمة الاتحاد الأوروبي، حيث يستمر إغلاق مطار العاصمة البلجيكية بروكسل، فيما تعيش البلاد حالة حداد على مقتل 34 شخصا وجرح 136 آخرين في تفجيرات أمس التي حددت السلطات هوية 3 مشتبهين بتنفيذها. على إجراءات أمنية مشددة استيقظ العالم اليوم غداة هجمات دموية ضربت قلب الاتحاد الأوروبي، فأوقعت في بروكسل 34 قتيلا و136 جريحا، وكالعادة تبناها تنظيم داعش. وفي صدمة للشعب البلجيكي، اتضح أن اثنين من المشتبه بهم الثلاثة يحملان الجنسية البلجيكية، وهما الشقيقان الانتحاريان خالد وإبراهيم البكراوي. وتضامنا مع عائلات الضحايا، اتشحت عدة معالم في أرجاء العالم بألوان العلم البلجيكي، وخاصة في باريس التي ضربها داعش في نوفمبر الماضي فأوقع 130 قتيلا. وفي واشنطن لم يكتف البيت الأبيض بخفض علم البلاد تضامنا، إذ حذرت الخارجية الأمريكية رعاياها من مخاطر محتملة في أوروبا، فلا تزال مجموعات إرهابية تخطط لهجمات عبر القارة العجوز، ربما تستهدف مناسبات رياضية ومواقع سياحية ومطاعم ووسائل نقل. وزادت واشنطن بأن هذا التحذير يبقى ساريا حتى 20 يونيو المقبل، أي حتى ما بعد بدء كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم في فرنسا. الضربة الجديدة لداعش في أوروبا تعني للكثيرين أن التنظيم لم يتأثر كثيرا بالحرب عليه في عدة دول بالشرق الأوسط، ما دامت له خلايا نائمة على الضفة الأخرى من البحر المتوسط، وهو ما يرجح حربا جديدة يشنها الغرب على داعش، لكن هذه المرة في القارة الأوروبية. فكر عبدين، النهار اليوم. طلبت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر القائمين على مشروع إزالة الألغام بمحافظة مرسى مطروح، طلبت بزيادة التواصل مع الموظفين أو المواطنين المصابين. وخلال لقائها العمد والمشايخ وممثلي الجمعيات العاملة في ذلك المشروع في نهاية زيارتها إلى مدينة العالمين، أشارت الوزيرة إلى افتتاح مركز للأطراف الصناعية في مطروح قريبا ضمن مشروع لإزالة الألغام. أصيب ألغام من 2007 في أرضي الزراعية، أصبت وأنا بحرف أرضي الزراعية أثناء تمهيد الأرض للزراعة، صبت بتر في يدي وفقع في عيني اليمنى، وإحنا عملنا الجمعية دي في 2011، كان هدفها خدمة ضحايا الألغام المطروح، لكن للأسف كان لنا مطالب كتير جدا ما حصلناش عليها، اللي هي معاشات ألغام، اللي هي وظائف بنسب محدودة جدا، يعني 2-3، احنا 762 واحد. كان لنا طلبات ان احنا ناخد 3500 فدان وتخصصوا من رئاسة الوزراء، وللأسف ما استلمناش حاجة. هو سبب الزيارة ان احنا في وزارة التعاون الدولي حريصين دلوقتي على ان كل المشاريع تتم بنجاح وفي ميعادها، وكمان ان احنا يعني يحصل حوار وتواصل بيننا وبين فئات المجتمع المختلفة، نشوف ايه الأولويات، عايزين ايه الحاجات اللي احنا نتحرك فيها، وايه الحاجات ان يكون فيه تنمية شاملة مستدامة. فمن ضمن المشاريع والبرامج اللي عندنا اللي احنا بنتابعها، هو من اهم البرامج لان هي فعلا الوحدة جوه وزارة التعاون الدولي، بس طبعا كل التنفيذ من خلال وزارة الدفاع، هو موضوع الألغام. هو بقى بالإضافة الى التطهير في ثلاث محاور تانية.
تمويل مشاريع متناهية الصغر، واحنا بنرى ان من مهم جدا ان توازي مع التمويل اللي مقدم للمستفيدين والمستفيدات ان تقدم ليهم خدمات اجتماعيه ونضمن ان يكون في اثر اجتماعي على حياه اللي بيقوموا بتنفيذ المشاريع دي. يمكن مشاركتنا في المؤتمر ده كانت معالي الوزيره كانت مهتمه انها تحضر، ولكن نتيجه بعض الظروف ما قدرتش تحضر. هي مشاركتنا مشاركه وزاره التضامن دايما مع كل مؤسسات المجتمع المدني العامله سواء في مجال المايكرو فاينانس او في مجال القروض الصغيره او المتوسطه. ده بيكون نتيجه من دعم من اقتناع الوزاره نفسها بدعم المؤسسات دي، لان هم بيعملوا الى حد كبير وبيقولوا بيوصلوا لافقر الفقراء وبيشاركوا في الاقتصاد بصوره كبيره جدا جدا. ختاما تذكير باهم وابرز العناوين. ترقب لأداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي. مؤتمر وزراء دفاع الساحل والصحراء يواصل فعالياته بشرم الشيخ. وتحديد هوية انتحاري مطار بروكسل وإلقاء القبض على المشتبه به الثالث. انتهت نشرة الأخبار من النهار اليوم، إلى اللقاء.